مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعين فوازير كريمة على شاشة كل العرب. أبي الكل فايز معي اليوم، أبي البداية نارية وأنت أول فايز. لا أنا مو فايز، أنا عبد الله. يا هلا بعبد الله، من وين تتكلم؟ من حلجي. على الغشمر عبد الله، تحب تشارك معنا؟ يلا نمشيها معاك بما وصل الطلب من المطعم. السؤال عبد الله، ركز معنا، من قتل شليويح في نهاية المسلسل؟ ما في اختيارات؟ في اختيارات إذا ركزت معنا. الذي قتل شليويح في نهاية المسلسل، هل هو صلفيج أم صعفق أم كلاهما؟ كلاهما. وهي هارد لك عبد الله، هارد لك. حسبي الله على المطعم اللي أخرنا، اللي خلانا أكلم عوير وزوير والمنكسر واللي ما في خير. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. أليكس، شو رايك هيدا اللي بخسرته؟ يا عمي شو هالمساطيل؟ من أي كوكب هذا؟ وشنو عوير وزوير؟ أليكس، تعرف شنو عوير وزوير؟ إيه هيدا مش أسامي مناطق. يا عمي خرب لي مزاجي على البروجرام اليوم. يعني ما يصير من أول حلقة هيك وأول اتصال هيك؟ لا أليكس، لا 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 لا. أليكس عندكم نظام ديلي؟ إيه نظام ديلي. إيه معي أنا بتعملوا هيك، مع هو بتقدروا. يا عمي عن جد خرب لي مزاجي عن جد، ما فيني أحكي لا لا لا. إيه الزهري راح؟ راحت روحها. بقول لك قولي لهم لما يتصلون فيني امدحوني. امدحوني والله خسر هون والله.